مش حل والله والله يا عيب. سفارة توا واحد يا رسول الله سفارة يمسوها العباد يمسوهاش ماما. هذاك اللي لازم يصير، أما مش بالعنف هذاك. فهمني؟ ما تردش العنف بالعنف، عمرك ما تعمل هكاك. نقول لك الحاجات اللي صارت متأسف برشا أنا خاطر ماهمش يذولي ماهمش توانسة اللي عملوا هكاك وماهمش مسلمين، خاطر الإسلام عمره ما كان تطرف، عمره ما كان دين يسر. أنا كمواطنة تونسية رأى الشيء هذاك متاع عباد متخلفة ماهمش يخموا. ما تسرش. بالنسبة للبلاد ما تسرش. حابوا تعيش في امان البلاد وقتلنا من المشاكل. دخلوا يد نتاع ناس صلى غالب عليها ما همش متحضرين. ما عندك حتى تعليق على صار نهار الجمعة؟ لا نهار الجمعة انا ضد العنف في حياتي، ولكن مش ممكن تلقى بالطريقة نتاع عنف نتاع حرق نتاع نهب. احنا ماذا بينا يكون معناها بالحوار، يكون بالاعلام لافتات، فما دور الاعلام قوي على مستوى الانترنت على مستوى الصحف اليوميه. حقاً مش جاي معناها مش لصالح البلاد التونسيه خاصه بعد المرحله الانتقاليه هذه. مع غلطه غلطه عملوا كيكا تونس هي اللي خسرت. لا عندهم الحق بشي غير على دينهم بالطبيعه من الحكي. شو نقول لك معناها فما مخلطة، فما عبيد ما تستحقش باش تمشي وفما عبيد معناها تغير على دينها وعلى الاسلام. عندي منقول ما عندي منقول بالرسم عندي منقول. اما السفارة نتاع اللي في تونس ما عندهاش دخل نورمالمون خاطر يمشيو يزاتاك الغاليزاتور نتاع الفيلم اللي هو اصله مصري قطبي دونك. ما يساعدنيش ما يجيش معناها ما يجيش. معاهم خاطر هذيك رسول من الحكايه. السلام ما يقول شكايه يا امور السلام عندك فيها. بالنسبه اللي صار ما يفرحش تونس بالنسبه نحن كشعب تونس، وحاجه مش معقوله معقوله نصر الحرق والسرقه واللي صار الكل شيء مؤسف. بعد مناش كنت في تونس لهنا نحرق معاهم ونضرب معاهم خاطر مالو واحد الا مسلم. حاجات غير معقوله معناتها يعملوا فيها الرسمي حاجات ما حقاش تصير عنا في تونس لنا. نحن سعادين عمره ما كان يكون لانكم تكسروا وتحرقوا الناس وتضربوا وتعملوا معناتها الشيء اللي عملوه هما انت تعمل ضده. هذه عمرها ما صارت. نحن ديننا دين تسامح، دين يلزم واحد يفهم ويفهم حتى اللي ما عمل الغلطه يلزم يفهم.